كنا نايمين بالليل وجا طيران الروسي ضربنا. اول غار استهدف شغلات المسافه برشادي تظهر ان احنا نازحين، صرنا 9 سنين في البلاد هذا. اول غار 50 متر عنا، ثاني غاره طلعنا طفش لنا مغرب، ركضنا نمغرب. اول بطحنا اجى الصاروخ الثاني وقع الارشاديه واستشهد جارنا الله يرحمه والله يتقبله يا رب. اسمي محمد احمد الموسى من ريف حلب الجنوبي. نحن صار لنا 5 سنين نازحين، بس هون بقرية الظهر صار لنا 1.5 سنة وساكنين هون. فنبارح الساعة 12 بالليل ما حسينا إلا صوت الصاروخ نزل، فطلعنا كان بعيد شوي والحمد لله ما حد تأذى، بس لبين ما طلعنا وهيك ورجع نفذ التنفيذ الثاني فاستشهد أبوي الله يتقبله، عمره 75 سنة. كان متأخر ما قدر يمشي ومعه مرض سكر وهيك، كان متأخر عنا فإجا الصاروخ حد منه واستشهد.